Okay, hello everybody and welcome to a new video. Here we have new video, a new episode. Series G that is on Epic Craft finally, season 3 I think, yeah. Season 3 guys, like I'm in game over, call, I think. Yeah, season 3, yeah. دينا الأولى اللي خدمها واحد وضعي الثاني يا ثري سو جايز الهوست خذيناه من بابل هوست 4 جيجا رام ثانكس فور اكس دي جيمر طرقوا وش نتاع في الديسكريبشن هو اللي خذانا الهوست بطبيعة يلعب معنا هو من التيم خذانا الهوست وركحنا جو بدلت اسمي جايز اوكا جي فور بي او الروبو ذكي جايز يا انت كما تشوفوا عندي بداية هذوما غير البدل نتاعي هذوما بدات الجماعة خذا مزال تعرف مزال كي بدينا وكل اللي تبدا جو هاكا اند مي تو فما سيزون ماهوش موجود جيم اوفر يا سيزون الاول بكل ما ريكوردهاش سو جايز عاملين كيب انفنتوري حاليا خاطر ما تعرف معناها مزال كي بدينا الكل سو نبداو نموتو في الجو كله هذيك الكل قتلت شيب منك كانت معبي الريسك يا معبي معبي اوكي فما ظاهر لايت جراي نعمل البيض لايت جراي نحبش نخلي الود عندي انا جايز ريب سيرفر برو ولا انا سيرفر 24 مش نبدا نهبط جايز ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ديلي اوكي ان شاء الله ديلي يعني في السيرفر خاطر هو سيرفر حاليا ان اي وتعرفوا ان اي كيما هاي بيكسل يعني كله لاك اكس دي يعني كي يشري الهوست قلت له اعمل اوروبا نسي ما بدلش انا اخذ عمل من اوروبا وما تلقى له محلي على طول يعني بالغلط معاه هكا وتحسبت له اني سو مشينا حكينا معاه قالوا لنا بما انه ماكش انت اللي حطيت قالوا اوكي تو نبدلوا لكم ان شاء الله قال معنا عمل تيكت وكل راك حاجه جو وحاول لي تو يبدلوا لنا الهوست لاوروبا ويولي مش بينج معناها البينج عملي شوف جايز كي تكسر كيما هاي بيكسل هكا يعني تلعب في هاي بيكسل اللاج اللي تشوفوه في هاي بيكسل هو بريس كل هنا سو جايز بعرف الحلقات اللي معنا ما نعملو سو خليكم انا سما مومنت هكا ماني وركوا الحاجات وحطونا جايز في الديسكريبشن شنو تحبوا تشوفوا في السيزون هذا في الديسكريبشن وي في الكومنت شنو تحبوا تشوفوا في السيزون هذا يعني كبنايات كمرش اي حاجه تتخيلها في مخك انا نحبوا قبل ما ترجع اوكي قبل ما ترجع القرايه ان نكملوا السيزون ونخدموا فيه حاجات كبيره وباهيه ونلعبوا 1.13 وكان تقولوا جايز شبي سكناتكم اليكس الكلنا اليكس وستيف خاطر السيرفر كراكي خاطر ايوب ما عندوش كونت اوريجينال سو يتلز معناها يدخل بالكراكي وتعرف يبدا سيرفر كراكي حطوا لكم السكنات الديفولت لاليكس وستيف سو بالنسبه للسباون ماهوش ذا سباون سباون بريسك غادي يا طحنا في البلاصه هذه معناها بحثنا ذا سبروس اي ثينك وبحثنا مغادي الفلاور وفما الدارك وود يا دارك وود لقيته سو ما عليك كان نقول لكم جايز تنساوش تعملوا سبسكرايب يب اند تحطوا لنا كومنتات كون الجو ولايك يا وريوني الدعم جايز اول حلقة اول وريوني الدعم جايز لايك ات وثانكس ا لوت بالطبيعة على الفيديوهات اللي فاتوا خاصة الساوند اند قاعد ساوند كيبورد اند ماوس معناها هذوكم يجيبوا لايكات ياسر انت ما عليك كان نقول لكم جايز هاف فون و كو بيس خليكم مع سامومنت وجو